سويت اكل. لا ما خلصت، حاولت اولعها. لله تولع فيك يا شيخ ان شاء الله. يعني انا جاي من زحمه وقرف وحر، ما بتكلم واحد من اخوانك يجي يجيب لك انبوبه؟ عادي يعني ممكن يجيب دليفري ولا اي حاجه. انت ما عندك مسؤوليه ترى. بطبخ شوف مين هيطبخها تاني. نعم وصلني ولا على وين؟ بيت ماما اختي نجيبة. نجيبة ازيك يا ابن نجيبة؟ جابوك تاني ليه يا ابن نجيبة؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحت يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابسه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوشني اجرتي. هي مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزه جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. والله يا فاطمه شكل السنه هذه ما في خدام. ايش اسوي؟ في دارين. ايش اسوي؟ دارين موجود. يا ماما الله يخليك ابغى انام شويه بس. وط الصوت بس شويه. ايوه شفت المركز الاول. ماما السواق مو موجود. دقيقه دقيقه ماما واكلمك دقيقه. اوه ايش بالسواق سحب يا هو. انت عارف يا علي انه معايا سياره. شم الورد وانت الورد من خدك. انتوا ما تفتحوا؟ طب انا اوريك. الو الحقوني ثواني واكون بشويش. مو كذا خلاص روح حقك علي روح.